السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلبة الأعزاء، أهلا وسهلا بكم مرة أخرى في محاضرة جديدة. عنوان هذه المحاضرة: الناتج المحلي الإجمالي، مفاهيم وطرق القياس. تتضمن هذه المحاضرة المقدمة وتعريف الناتج المحلي والفرق بين الناتج المحلي الاسمي والحقيقي، وكذلك التدفق الدائري للدخل. حقيقة، يعتبر الناتج المحلي الإجمالي من المقاييس الاقتصادية المهمة جدا، والتي تستخدم على نطاق واسع في كل دول العالم، سواء كان بلد متقدم أم بلد متخلف. والناتج المحلي الإجمالي يشير بشكل عام إلى مجموع السلع والخدمات التي تنتج في بلد معين خلال فترة زمنية معينة، كان تكون سنة. وطبعا الناتج المحلي يمثل تدفقا، أي أن الناتج المحلي يقاس على مدة فترة سنة كاملة وليس في لحظة زمنية معينة. وهنالك بعض المتغيرات الاقتصادية، مثلا الادخار يحسب في لحظة زمنية معينة، وأيضا الثروة تحسب في لحظة زمنية معينة. أيضا علينا أن نفهم ما هو مفهوم متوسط نصيب الفرد من الدخل، وهذا المفهوم يعتبر المقاييس الاقتصادية المهمة التي تستخدم لمقارنة بين مستويات البلدان. فهناك دول غنية والتي تعتبر متوسط نصيب فردها من الدخل عالي جدا، مثل قطر والسعودية، الذي يصل متوسط نصيب الفرد حوالي 80 ألف دولار سنويا، بينما في العراق لا يتجاوز متوسط نصيب الفرد 5000 دولار سنويا. أيضا علينا التمييز بين مفهومين مهمين للناتج المحلي، هما الناتج المحلي الاسمي والناتج المحلي الحقيقي. الناتج المحلي الاسمي هو يقصد به مجموع السلع والخدمات التي تنتج في سنة معينة في دولة معينة، وهذا المجموع هو حاصل ضرب مجموع السلع والخدمات في أسعار تلك السلع في تلك السنة، أي هو يشمل المفهوم النقدي للناتج المحلي الإجمالي. وهنالك مفهوم آخر للناتج المحلي يسمى بالناتج المحلي الحقيقي. الناتج المحلي الحقيقي عادة هو يكون أو يعبر عن مجموع السلع والخدمات في سنة معينة مرجحا بأسعار سنة أساس كانت تكون سنة سابقة. وهنا نلاحظ أن الناتج المحلي تم تثبيته بأسعار سنة أساس أو تثبيته بالأرقام القياسية. ولذلك فدائما يستخدم الباحثين مفهومين للناتج المحلي، هو الناتج المحلي الاسمي والناتج المحلي الحقيقي، لغرض استبعاد التغيرات في الأسعار. حقيقة، قد تكون بعض التغيرات في الناتج المحلي هي مردودها ليس تغير حقيقي وإنما تغير اسمي. أي مثلا لو كان مثلا الدخل المحلي في عام 2000 هو مقداره 2000 دولار، ثم أصبح في عام 2009 4000 دولار، فهذا لا يعني زيادة حقيقية في الناتج المحلي. قد تكون سبب هذه الزيادة هي ارتفاع المستوى العام للأسعار. لذلك يقوم الباحثين باستخراج الناتج المحلي الاسمي والناتج المحلي الحقيقي لمعرفة التغير الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي. وهنا لدينا مثال بسيط يوضح كيف نفرق بين الناتج المحلي الاسمي والناتج المحلي الحقيقي. نلاحظ لدينا الكميات في عام 2008 والأسعار في عام 2008 و2009، ولدينا نفترض لدينا اقتصاد يتضمن فقط 3 سلع، والكميات السلع بين عام 2008 و2009، وأيضا لدينا أسعار نفس هذه السلع في عام 2008 و2009. فمثلا لو كان هنا المطلوب مننا أن نحسب الناتج المحلي في عام 2008 وعام 2009، حتى نحسب الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008، فعلينا أن نحسب مجموع السلع والخدمات في أسعارها في تلك السنة. فمثلا لو يصير لدينا الناتج المحلي في عام 2008 هو عبارة عن حاصل ضرب مجموع أو مجموع حاصل ضرب الإنتاج القمح في سعر القمح في عام 2008 زائد إنتاج الحديد في سعر الحديد في عام 2008 زائد إنتاج الحليب في سعر الحليب في عام 2008، وسيصبح لدينا الناتج كما هو تلاحظون،
$2,800 في عام 2008. وأيضا لحساب مخفض الناتج المحلي الإجمالي، وهو عبارة عن قسمة الناتج المحلي الإجمالي الإسمي على الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مضروبا في 100. هذا المخفض سيعطينا فكرة عن مدى تغير الأسعار أو انخفاض الأسعار أو زيادة الأسعار، وهو يسمى باللغة الإنجليزية جي دي بي ديفليتر. فمثلا لدينا هنا مثال بسيط على كيفية حساب الناتج مخفض الناتج المحلي لسنة 2009 كما يتضح من هذا المثال الموجود في المادة المنهجية التي رفعت إليكم في المحاضرات السابقة. وهنا أيضا لدينا موضوع مهم جدا، هو الرقم القياسي للأسعار أو ما يسمى بمخفض الناتج المحلي الإجمالي. حقيقة الرقم القياسي للأسعار هو ممثل مرجح للأسعار، يهتم برصد التغيرات في أسعار كافة السعر والخدمات الداخلة في حسابات الناتج المحلي الإجمالي. فعادة نسمع أو في بعض الأحيان نسمع أو نشاهد في بعض الكتب التي تصدر أو النشرات عفوا التي تصدر من البنك المركزي العراقي أو وزارة التخطيط أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أو الناتج المحلي يقاس بالأسعار الثابتة. فهنا معنى أن هذا الناتج المحلي الإجمالي لعام 2000 مثلا و20 أو لعام 2019 هو مقاسا بأسعار مثلا 2007، أي أن يتم ترجيح الأسعار لعام 2007 وضربها في كميات عام 2019، وبالتالي لدينا ما يسمى بالناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المرجح بأسعار 2007. وهنا لدينا مثال كيف نحسب الناتج المحلي الحقيقي وكيف نوجد التضخم من خلال هذه الطريقة. فمثلا لو كان لدينا الناتج المحلي الحقيقي النقدي مقدار $10,000 وكان الرقم القياسي للأسعار هو 100، فالمطلوب كيف نوجد الناتج المحلي الحقيقي؟ حقيقة الناتج المحلي الحقيقي يا أستاذ أن الناتج المحلي النقدي الرقم القياسي للأسعار في 100، ونلاحظ أنه 10,000 على 100 في 100 راح يكون الناتج هو نفسه، أي 10,000 وحدة نقدية هي قيمة الناتج المحلي الحقيقي. معدل التضخم هو بالحقيقة راح يكون الرقم القياسي للأسعار ناقص 100. فلو كان الرقم القياسي للأسعار 100 و نطبق هذا القانون سوف يظهر لنا التضخم يساوي صفر. لماذا؟ لأن الرقم القياسي للأسعار هو 100 ناقص 100 في القانون، فإذا تكون النتيجة صفر، أي لا يوجد أي تضخم في هذه السنة. أيضا لدينا موضوع مهم وهو التدفق الدائري للدخل. حقيقة موضوع التدفق الدائري للدخل وهذا يوضح العلاقات بين القطاعات الاقتصادية المختلفة. لدينا ما يسمى بالقطاع التجاري أو قطاع المنتجين، وأيضا لدينا ما يسمى بالقطاع العائلي أو قطاع الأفراد، وأيضا لدينا القطاع الحكومي وقطاع المؤسسات المالية والقطاع الخارجي. التدفق الدوري للدخل معناه يربط بين مكونات أصحاب القرار أو المنتجين أو أصحاب المنشآت مع القطاع العالي أو القطاع ما يسمى بالقطاع الاستهلاك. فلو نلاحظ التدفق الدائري للدخل، نلاحظ أن القطاع العائلي كما نشاهد من الدورة التدخل للدخل في رقم واحد يقدم العمل ورأس المال والأرض والخبرة الإدارية إلى القطاع التجاري. في مقابل هذا يحصل القطاع الداخلي كما نجد من السهم رقم اثنين على أجور مقابل العمل والريع مقابل الأرض والفائدة مقابل رأس المال والأرباح مقابل الخبرة الإدارية. إذن القطاع العائلي يقدم القطاع التجاري أو قطاع المنتجين عمالة رأس مال وأرض وخبرة إدارية، مقابل هذا يحصل على عوائد عناصر الإنتاج وهي تمثل أجور ورواتب وفائدة وربح وأرباح كما في السهم رقم اثنين. أيضا نجد أن القطاع العائلي يقدم ضرائب مباشرة يدفعها إلى الحكومة، والحكومة في المقابل تقوم بإنفاق هذه الضرائب على شكل رواتب أو أجور أو إعانات، تقدم هذه الرواتب والأجور إلى القطاع المنتجين. وأيضا نجد أن القطاع العائلي يقوم بتقديم الادخارات إلى المؤسسات المالية كالمصارف والأسواق المال، وأيضا هذه المؤسسات المالية تقدم قروض أو تقدم أموال فائضة للقطاع الأعمال أو قطاع المنتجين.
ومن ناحية أخرى نجد أن القطاع الآلي إذا مثلا لم يكن نازل محلي يغطي الطلب المحلي، فالقطاع الآلي يتجه إلى الاستيراد من الخارج، أي زيادة الواردات من القطاع الخارجي. ومن ناحية أخرى إذا كان لدينا فائض في الإنتاج فهذا الفائض يتحول إلى صادرات إلى الخارج، وبالتالي يظهر لدينا القطاع الخارجي ويتكون من الصادرات والواردات. الواردات تمثل ما يطلبه القطاع العالي، والصادرات تمثل ما ينتجه قطاع المنتج وقطاع الأعمال. إذا هذه عملية التدفق الدائري اللي دخلت تظهر العلاقات بين المنتجين والمستهلكين، المنتجين أو قطاع الأعمال والمستهلكين أو القطاع العالي، وأيضا يظهر تدخل القطاع الحكومي والمؤسسات المالية والمصرفية والعلاقات بين هذه المتغيرات تمثل قائمة أو تمثل التدفق الدائري للدخل. وطبعا تم شرح كما تلاحظون التدفق الدوري للدخل، فلا هنالك حاجة لشرحه مرة أخرى. ينبغي أن نميز بين مفهومين مهمين جدا، وهما الفرق بين إجمالي الناتج المحلي Gross Domestic Product وإجمالي الناتج المحلي القومي General Gross National Product. فإجمالي الناتج المحلي أو الناتج المحلي الإجمالي هو القيمة النقدية أو السوق لجميع السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في داخل الدولة ومن جانب المواطنين اللي يحملون جنسية هذه الدولة في فترة زمنية معينة، أي أن مجموع السلع والخدمات التي تنتج في داخل دولة معينة ومن مواطنين هذه الدولة في سنة معينة. أما إجمالي الناتج القومي فهو يشمل القيمة النقدية أو السوقية لجميع السلع والخدمات النهائية التي ينتجها المواطن اللي يحمل جنسية الدولة، سواء كانوا مقيمين في هذه الدولة نفسها أو كانوا مقيمين خارج الدولة. أي أن الناتج القومي الإجمالي ويشمل إجمالي إنتاج المواطنين داخل الدولة وأيضا إنتاج المواطنين خارج الدولة، وهذا يسمى إجمالي الناتج القومي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.